بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا في مرحلة إن عايزين نعمل ريد، بس مش بالبفر. ريد هنعملها بشكل مختلف. فأنا يعني ممكن طبعا أي فايل سيف أز هقول له خليه ده رقم 10. هروح فايل وأوبن، هقول له بس اوبن لنا الفايل اللي احنا كنا كاتبين فيه شويه ده، اللي سميناه احنا يوزر فايل 1. يوزر فايل 1 تمام، فور ريدنج، مش عايزين فور رايتنج، و وخلاص يعني، حتى مش محتاجين اكتر من كده. طبعا احنا في الريد ممكن يحصل مشاكل كتير، الفايل مش موجود، الفايل في ناس فاتحه تانية وعليه عامل عليه شغل مش تقدر، او بيعدلوا فيه مش عارف تعدل يعني. فالمفترض طبعا ان احنا نحط نستخدم تراي كاتش، وفي نفس الوقت يفضل ان احنا نعمل فاينلي تمام، وفاينلي اوتوماتيك في فاينلي نقفل الفايل بتاعنا، يعني عاملين لنا فايل برضه فاينلي اقول له فايل دوت كلوز. ليه؟ لان انا في كل الحالات سواء الفايل حصل فيه مشكله ضرب هقفل الفايل، فايل اشتغل سليم هقفل الفايل، فالفاينلي كده كده انا محتاج اقفل الفايل في الاخر. فده اسلوب من الاساليب الجميلة في ان احنا دايما نبقى مطمنين ان احنا قافلين الفايل تمام، وما ناخدش من الميموري ويفضل موجود، لا 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 انا بقفل على طول معانا وطالع. طبعا في جملة تانية اسمها ويز هكلمكم عليها، بس خلينا الاول نقول احنا هنريد القيمة من الفايل الموجود. ف هقوم عامل برضه فاريبل اسمه كونتنت المحتوى، واقول بيساوي، وهقول له فايل دوت ريد، فايل دوت ريد وخلاص. فكده هيقرا الفايل مرة واحدة، يعني هيقرا الفايل على بعضه، هيقرا الفايل على بعض. فأقدر أقول له برنت الكونتنت اللي إحنا شفناه ده. الكونتنت هنا إحنا المرة اللي فاتت مع البفر كان بيرجع لي أوبجكت، صحيح؟ هنا لا، أنا قريت فايل ريد وعلى طول قلت له برنت هولي. طيب تعالى نرن من أول جديد، نرن على إكزامبل 10. تعالى نشوف النتيجة بتاعتنا إيه. النتيجة بتاعتنا بقى فيرست لاين، سكند لاين، ثيرد لاين، واللاين الفاضي. يعني طبع كله على بعضه، لان مش بيرجع اوبجكت، بيرجع الكونتنت الفعلي. الكونتنت ايه؟ الفعلي، بسبب كلمه ريد. طب احنا اتكلمنا على البافرنج، من الصح ان احنا نريد مره واحده كده؟ لا، مش من الصح ان احنا نريد مره واحده. مفترض نريد يعني طبعا هو صح لو الفايلز صغيره، لكن لو الفايلز كبيره فمش معقول اريد ضخ مره واحده كده، مثلا جيجا مش عارف ايه مره. فالمفروض برضو احدد الحجم بتاعه شويه. فهعمل اكزامبل تاني للريد، بس بحدد مقدار البفر، بس ناخد بالك ده بيقطع على قد البفر بالظبط، مش زي البفرنج اللي احنا اخدناه من شويه، ان هو بيحاول ياخد لو كانت الشبكه بطيئه والحجم الفايل كبير. لا لا، هنا انا عايز اقرا من الفايل قد كده بالظبط. هنا بيريد الفايل يقرا الفايل كله. طب تعالى ناخد ان احنا الريد بالحجم اللي احنا عايزينه بالبايتس، بس بالمره اخد يعني اعمل مثال كمان على برضه على الريد، هي بس احنا اخدنا اللي هي تراي فاينلي، انا اخد الجمله اللي اسمها ويز كبديل يعني للجمله دي. فانا هروح اعمل يعني دي جمله اخرى بتستخدم برضه زي تراي فاينلي كده دائما يعني، وهي يعني كويسه يعني، ممكن بنستريح لها كمان ساعه عن فاينلي، ما بنحتاجش نعمل كلوز لان هي بيشيلها من البفر على طول. بنعمل ايه؟ جمله ويز على فكره ما بتشتغلش مع الحته دي بس، لا ده ممكن يستخدمها مع حاجات كتير. المهم ان جمله ويز تشتغل ان هي في اخرها بتشيل كل حاجه في الرمز استخدمت في البلوك بتاع ويز. يعني ويز وهستخدم حاجه معينه، اول ما البلوك بتاع الويز يخلص اي حاجه استخدمتها واي فاريبلز او اي كلام من ده بيترمي تجربش كولكشن. فده هيبقى حاجه كويسه. بتعمل ايه؟ بس هي ليها سنتكس كده شويه يعني معكوس، يعني بدل ما اقول له فايل بيساوي كذا، لا هشيل الفايل بيساوي دي خليها ايه ويز اوبن على طول. ويز اوبن الفايل، ممكن بعد اذنكم انا اشيل الانكودنج للتبسيط بس الكود، لكن هي ما فيهاش حاجه تمام. فقلت له ويز اوبن للفايل الفلاني، واقوم حاطط بعدها اسم الحاجه اللي هو الفايل بتاعنا اللي هو الفايل، يعني اقول له كده از، واقوم كاتب الايه الفايل، بدل ما كنت اقول فايل بيساوي اوبن كذا كذا، لا هقول ايه الامر واقول له از ايه از فايل، ده المكان اللي هيحط فيه الايه الحاجه بتاعته. وبعد كده انا بستخدم الفايل بتاعي وبريد منه مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، كل ده بيتم وهو بيدستراكت يعني بيمسح من الرام القيمه اللي موجوده في الفايل اول ما ويز تنتهي. يعني لما اجي لو جيت قلت هنا برنت
end of the program. في اللقطة دي في الحتة دي بالظبط ما كانش فيه فايل. يعني لو جيت عملت برنت فايل، طبعا هي زي بالظبط زي الامر اللي احنا عملناه قبل كده. لو عملت كده برنت فايل، فايل ده المفروض يشال من الرام. لو جيت كده عملت رن على اكزامبل 11، هتلاحظوا ايه؟ طبع لي طبعا البرنت كونتنت عادي جدا، طبع لي عادي جدا اللي احنا اخدناه. اندو بروجرام اتطبعت، وبعد كده قال لي ان الفايل بتاع الرابر والله هو ما اتشالش من الرام، هو ما زال محتفظ بيه، بس هو المفترض ان هو فضاه، يعني فضى القيمه اللي موجوده فيه. يعني طب لو جيت عملت كده مثلا فايل دوت ريد، المفروض يريد لي الكونتنت اللي موجود. ري ران، ايوه هو ده المطلوب. قال لي ايه؟ قال لي اند اوف ذا بروجرام، وقال لي الفايل ده اي او اوبريشن اون كلوزد فايل، معناه ان الفايل موجود اه كاوبجكت لكن هو انتهى، حصل له كلوزد واتشال من الرام. وبالتالي لما جيت اقرا منه عمل لي ايه؟ عمل لي بوم وما قدرش ايه يشتغل يعني. لذلك انا هخلي دي كده واقول ان ده هيطلع فاليو ايرور، بس هوقفه عشان ما يبقاش ضارب معاكم يعني. لكن هخليه لان انتم عارفين ان ده فاليو ايرور اي او اوبريشن اون كلوزد فايل. لو جيت حبيت تعمل ايه؟ فايل ريد. هاخد ده زي ما هو كده. لو حبيت ان انا اقوم عامل منه ايه؟ هقول له ريد، بس هقول له ريد مثلا ايه؟ 6 مثلا. 6 دي يعني 6 بايت، يعني تقريبا هيقرا من فيرست لاين 1 2 3 4 5 والمسافه 6. خليها 7 عشان نجيب ال. خليها 7 عشان نجيب ال. ماشي 7. بالطريقه دي لو جيت عملت له رن الاكزامبل 12، قال لي فيرست سبيس ويل. ليه؟ لان هو كده قدر يقرا 7 بايتس بس ما كملش الشغل بتاعه او القراءه بتاعته كلها بالكامل، خلاص هو واقف عند 7 ايه؟ 7 ديجيتس. لو 10 يكمل لك، لو 10 لو 20 الى اخره يعني، مفهومه مش محتاجه تجربه يعني. دي كان كده ازاي ريد، وازاي ريد بحجم معين على طول، حجم بايتس معينه، وازاي استخدم ويز، وازاي استخدم فاينلي. بس انا يعني عايز قبل ما اختم يعني يعني معلش هزود حته بسيطه. لو جيت قلت له يعني كونتنت بيساوي فايل دوت ريد 7 كمان، هيعمل 7 كمان ولا هيعيد ال7 هم ذات نفسهم؟ هو ده اللي اقصده يعني. هيذبحهم طبعا في لاين منفصل. طبعا هو مفترض يكمل القراءه يعني. لو جينا بصينا هنلاقي ايه؟ عمل ايه؟ فيرست ال دي ال7 الاولانيين خلاص، وعمل برنت، وبعد كده ايه؟ فايل دوت ريد 7، عمل لي ايه؟ بقيت الكلمه ال لاين اي ان اي، وخد الانتر صح؟ 1 2 3، وعايز يكتب سكند لاين 4 5 6. هتقول لي دول 6 بس، اقول لك اه ومعاك الايه؟ ومعاك الانتر يعني. فهو كده مشي معايا بالايه؟ يعني اخد السبعه اللي بعديهم والسبعه اللي بعديهم والسبعه. وكده بنقدر نقرا جزء جزء جزء، بالذات لما يكون الفايل كبير. حتى لو عملت البايتس مثلا 1000 1000 كان 1024 الى اخره، او 1000 يعني ميجا يعني، يبقى بيقرا ميجا ميجا في الرام، هتبقى بالنسبه لنا اظبط طبعا. وبلوب بقى بيقعد يقرا والى اخره. والسلام عليكم.